ذاته للموسم الجديد حط اتحاد الحراش الرحالة في ساعات مبكرة من يوم السبت بمركز عين دراهم بتونس وبالضبط في فندق نور العين. المدرب عبد القادر يعيش لم ينتظر كثيرا وشرع في العمل من خلال برمجة حصة خفيفة قبل الإفطار لإزالة آثار الإرهاق قبل أن يكون الموعد مع حصة ثانية في السهرة بأحد ميادين مركز عين دراهم خصصها الطاقم الفني للجانب الفني والتكتيكي من خلال العمل بالكرة، وهي الحصة التي جرت في أجواء رائعة صنعها اللاعبون. الجميع في بيت الصفراء يعول على هذا التربص لخلق الانسجام بين اللاعبين بعد التغييرات التي طرأت على التعداد البشري ومغادرة المدرب شارف الذي عوضه يعيش. هذا الأخير ينتظر أن يقوم بتكثيف العمل أكثر في الأيام المقبلة مع خوض بعض المواجهات الودية.